قناة عشبة فوائد الأعشاب الطبيعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرق التنحيف بالأعشاب تعتبر مشكلة الوزن الزائد من أكثر المشاكل التي يواجهها العديد من الأشخاص، ويمكن أن تكون هي المشكلة الأساسية في حياتهم، وذلك بسبب تناولهم لكميات كبيرة من الطعام أو لأسباب وراثية مختلفة، ولذلك يبدأون بالبحث عن طرق ووسائل لحل هذه المشكلة. وفي هذا الفيديو سنذكر فائدة بعض الأعشاب التي تساعد في التنحيف. أولاً، الكمون. يعتبر الكمون من أفضل الأعشاب التي من شأنها أن تقوم بحرق الدهون في العديد من المناطق المختلفة من الجسم، مثل البطن والأرداف والأكتاف وغيرها، ويمكن تناوله من خلال شرب كوب واحد كبير منه يوميا في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار أو قبل الخلود إلى النوم بنصف ساعة تقريبا. ثانيا، إكليل الجبل. يعتبر إكليل الجبل نوع من أنواع الأعشاب الطبية التي تمتلك قدرة فعالة في التخلص من الوزن الزائد، بالإضافة إلى مساهمتها في حرق الدهون، ويمكن شرب كوب واحد منه يوميا أو إضافته إلى كوب من الشاي الأخضر أو اليانسون. ثالثا، الشمر. يعطي الشمر شعورا بالشبع طوال اليوم، وهذا الأمر من شأنه أن يقلل من كميات الطعام المتناولة خلال اليوم، وبالتالي إنقاص الوزن خلال فترة زمنية محدودة، كما يساهم بشكل كبير في التخلص نسبة كبيرة من دهون الجسم في العديد من المناطق كالبطن. الزنجبيل الطبيعي. يعد الزنجبيل من أفضل الأعشاب المعروفة في الطب الصيني، حيث لا يحتوي على سعرات حرارية، فبذوره تقوم بتعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الزيوت الطيارة التي من شأنها أن تتخلص من السموم والبكتيريا والجراثيم في الجسم. ويفضل تناوله عن طريق تقطيعه ووضعه في كوب من الماء المغلي وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون. الهيل. يعتبر الهيل من الأعشاب الحارة التي تزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يساعد في التخلص من دهون الجسم، ويمكن إضافته إلى كوب الشاي أو القهوة أو يشرب وحده. الفلفل الأسود. يقلل الفلفل الأسود من مستويات الدهون الموجودة في مجرى الدم، كما يعمل كمضاد للأكسدة، ويفضل إضافة مقدار ملعقة شاي صغيرة إلى أطباق الطعام أو أطباق السلطات. الشاي الأخضر. يعد الشاي الأخضر واحدا من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد والقضاء على الدهون المزعجة، ولذلك يفضل تناول كوب واحد منه يوميا قبل الخلود إلى النوم. القرفة. تعد القرفة من أهم الأعشاب التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد، ولها قدرة كبيرة على خفض مستويات السكر بالدم والتخلص من الدهون الثلاثية بالجسم، ولذلك ينصح بتناولها باستمرار. كانت هذه هي طرق التنحيف بالأعشاب. انتهت حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم رأفت من قناة عشبة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.